تمام، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين. تمام، تعال يا ريس، من أيام من أول الثورة على مبارك، مين اللي قتل الناس في الشوارع وعمل موقعة الجمل؟ هم النظام اللي موجود دلوقتي، النظام بشيوخه. صحيح، اللي أيدوه علي جمعة وعمر خالد والراجل الثاني اللي كان اسمه ايه ده؟ ده مين اللي رشد دمار والخراب باسم الدين؟ مين اللي كان اسمه سالم فرص ايه؟ لان قالوا نتراجع بعد كده. مين اللي فرغ العريش ورفح من اهلها ونسف البيوت؟ مين اللي عمل فض ربعه والنهضه والاعتصام، الاعتصامات اللي حصل قبل وبعد؟ مين؟ الداخليه والجيش. مين اللي قبل ثوره 25 يناير اللي عمل تفجير كنيسه القديسين؟ حبيب العدلي. مين؟ طيب مبارك. ده نظام اللي بيحكم. أيوة. مش القوى الشعبية والوطنية، تمام، سواء الإخوان أو غيرهم. لم يقدموا عبر تاريخ أي منجز حضاري. لا، ده أنت كذاب، يخدم وطنهم أو دينهم. كذاب ليه؟ تعال يا باشا، أنت النهاردة الجماعات دي، كل هذه الجماعات بلا استثناء، الجماعات الإسلامية اللي أخطأ واعترف بيعترف، تعال على مستوى الإخوان. لا، تعال قرأ تاريخها كويس. احنا عملنا حلقة مع الأستاذ أحمد سمير من أسبوع، ذكرنا كنت بتتكلموا عن حسن البنا، كان فيها استفتونك. تمام، ارجعوا لها. ايوه تمام. تعالى يا عمي في الكتب اللي طلعت في المؤسسات اللي في الغرب كلها التي قام عليها كثير منهم من ابناء المدرسه الاخوانيه، سواء فكرا او تنظيما. نعم. طيب اللهم الا شعارات الجوفاء والخطب الرنانه. طيب ما هم يقدروش منجز. انت يا شوقي علام سارق من كتب سيد قطب وتكتب في مقالاتك. ايوه. طب ما هم ما عندهمش منجز، بتسرق من افكارهم ليه؟ فكلام طبعا لا ينطوي الا على ده، كان شغل مخبرين. ايوه. والتاريخ بين لنا وعرفنا معظم الناس اللي طلعوا الكلام ده ليه، ده كلام شغل مخبرين، مش شغل اهل علم يعني. والا طب ما نرجع لدار الافتاء، لو افتكرت كنت جبت معايا الوثائق دي. في سنه 76 ايوه كتب الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية أيام عبد الناصر. أيوه. حكى قصة أحد شباب الإخوان المسلمين يتعذب. الأول كان هربان وطالب في كل الشريعة، ده دفعة الشيخ القرضاوي زميله. وقال إن هو استخبى عنده، وبعدين شغله في المكتب يعمل عمل فني يرتب الفتاوى، واستخبى وكان مسميه صادق أفندي. صادق أفندي. واسمه محمد أمين الصوابي. الصوابي الديب. أيوه. ده اسمه. أيوه. محمد الصوابي الديب. ويعني قال لهم هو صادق وصادق في كلامه، وحكى له قصته يعني. ايوه. فشغله. في يوم حد غرر به ان هو يسفره، فاتمسك على الحدود مسافرا الى بغداد الى العراق. نعم. واعلن الصحفي ان هو في واحد ارهابي ومسكوه، فقال لك خاف ولا هنضيع يعني، هنروح في داهيه. وكان ابن الشيخ حسين مخلوف اسمه الدكتور علي مخلوف متجوز بنت الاستاذ حسن الخضيبي. ده تاريخ موجود طبعا. فبيقول وتوقع ان السجن، فبتقول زوجة ابنه لما راح تزور والدها في السجن بتساله على الشاب ده، ما خايفه حماها هيتشنق لو تعرف ان هو اللي كان مخبيه. بيقول لها يعني تعذب تعذيب لا مثيل له، ومات تحت التعذيب. عايزين يعرفوا هو كان مستخبي فين، عند مين. المهم الشيخ مخلوف ذكر الحكايه وترحم عليه وقال: وأنا أضم صوتي إلى صوت العلماء الذين ينادون بعودة الإخوان المسلمين عودة رسمية. هؤلاء الناس الذين جاهدوا وضحوا وذكر الكلام. نعم. موجود، وكان في حياة الشيخ مخلوف الله يرحمه رحمة الله عليه. ده يا سيدي كان مفتي الديار المصرية. بس كان مفتي بجد. إذن نصدق أي دار إفتاء، نصدق دار الإفتاء اللي على حق.